حق لنا بكل جدارة وقوة بل وكل افتخار واعتزاز أن نتحدث عن أفضل رجل وطأت قدمه على هذه الأرض، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفاً وفخراً وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: لو لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم معجزة إلا سيرته لكفى. يعني لو لم يكن هناك إلا هذه السيرة نقدمها نموذج لكل أحد. فتشوا في سيرة رسولكم عليه الصلاة والسلام، ليس فقط من بعثته بل من ولادته، تجدون سيرة عطرة تناسب الحكام والأمراء والملوك والعلماء والدعاة والمصلحون والمفكرون والمربون والمثقفون والأبناء والصغار والكبار والعرب والعجم، قدوة في كل مكان. ائت بتلك الشخصية واجعلها في قارة آسيا مع اختلاف تضاريسها واختلاف مناخها واختلاف بيئتها وتعدد أجناسها في أفريقيا في أوروبا في أمريكا على كل أرض، تجد أن هذه الشخصية مقبولة ومحترمة لأنه نموذج وقدوة عليه الصلاة والسلام. أذكر مرة من المرات كنا عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وكان عنده أضياف قضاة في منطقة من مناطق المملكة، فتغدينا عند الشيخ على مائدته، وأثناء الحديث والشيخ يسأل الضيوف عن المنطقة كعادته رحمه الله تعالى، عن نشاطهم الدعوي، عن بعض الأعمال الدعوية والخيرية في المنطقة، فأثنى الشيخ على شيء من جهودهم، فقال أحد القضاة: نسأل الله الإخلاص يا شيخ. قال الشيخ عبد العزيز: قل نسأل الله المتابعة. فلفت نظري هذه الكلمة وهذه الجملة. فلما انتهينا من الغداء سألت سماحته رحمه الله، قلت: يا شيخ، يقول لك الشيخ نسأل الله الإخلاص وتقول قل نسأل الله المتابعة. قال: الإخلاص بين العبد وبين ربه، أما المتابعة نحتاجها لأن الذي يسير وفق هذه السيرة العطرة وعلى هذا المنهج النبوي الكريم سيوفق للخير العظيم وسيكون متبوعا من العامة ومن الناس حينما يسير على هذه السنة وهذه القدوة العظيمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قبل قليل كنا نتحدث في مكان الاستقبال مع الدكتور وبعض الإخوة على قضية أن الحديث حينما تتحدث حتى للغرب وحتى لغير المسلمين، حينما تتحدث عن قضية وجزئيات بعض هذا الدين وجوانبه تجد أنهم يعجبون ويتعجبون. لماذا؟ لأن عندنا حقيقة كنز لو استطاعت الأمة والناس والجيل والشباب على وجه الخصوص أن يتمسكوا به وأن ينقبوا عنه لوجدوا الخير العظيم الكبير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لكل أحد، حتى أن بعض العلماء تحدثوا عندما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء السابعة في ليلة الإسراء والمعراج. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الأقصى بجميع الأنبياء. ليش؟ ما السبب؟ لأنه قدوة لكل أحد وإمام لكل أحد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الرسول العظيم لو عرفنا حقيقة مكانته وقدره كما يقول الأول: يا مدعي حب طه لا تخالفه فالخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. النبي محمد عليه الصلاة والسلام علم ووضع أسس في هذه الحياة وقواعد، قدوة لكل أحد. ولذلك تجدون أن الناس مهما أوتي الإنسان من مال وعلم وجاه ومنصب ونسب وحسب، لكن أتحداه إن لم يكن معه خلق الإسلام وخلق نبي الإسلام أن يستطيع أن يكسب قلوب الناس.
ولذلك النبي قال: لن تستطيعوا أن تكسبوا الناس بأموالكم ولا بأحسابكم ولا بأنسابكم، ولكن بحسن أخلاقكم. ولذلك استطاع، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، انفضوا من حولك في حال وجود ذلك الشدة وعدم الألفة وعدم وجود الخلق الكريم الذي تحتوي به كل الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة ذلك وعلموا منه حقيقة الأمر، في قدوة هو عليه الصلاة والسلام، ساروا اتباعا وحبا مقتدون به مهتدون. يقول أحد أبناء التابعين لحذيفة رضي الله عنه ابن اليمان، يقول: هل كنتم، يعني يسأله بتعجب، هل كنتم ترون النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. كنتم تجلسون معه؟ قال: نعم. تحدثون ويحدثكم؟ قال: نعم. قال: والله لو أدركناه لحملناه من على الأرض. قال حذيفة: اسمع، عن ليلة مرت بنا كنا فيها مع نبينا، تعرف مكانة رسولنا عندنا؟ قال: وما هي؟ قال: فحدثه عن ليلة الأحزاب. يوم الأحزاب كان يوم عصيب، حتى الله جل وعلا قال: وزلزلوا زلزالا شديدا. ليلة عاصفة مطيرة، برد وقلة، محاصرين والكفار كثر، وهناك خندق بينهم. ثم وقف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة في تلك الليلة العصيبة الحرجة، قال لهم: من يأتيني بخبر القوم؟ فما أحد تحرك، المسألة فيها خطورة. ثم قال النبي: من يأتيني بخبر القوم وأضمن عودته، يعني يروح يرجع، يعبر الخندق ويعود. يقول حذيفة: فما تحرك منا أحد. قال: من يأتيني بخبر القوم وأضمن عودته وأضمن له الجنة. يقول: فما قام أحد. يقول: فقال رسول الله: حذيفة قم. يقول: فما كان لي بد، ما عاد أقدر أعتذر خلاص. يقول: فقمت. قال: اذهب إلى القوم عبر الخندق وأتني بخبرهم بشرط، ولا تحدث فيهم شيئا، لا تحدث شيئا. يقول: فقمت وأنا أرتعد، شيء خوف وشيء من شدة البرد. قال: فلما التفت، يعني لفيت وجهي فقط، فإذا بي أجد قوة وحرارة في جسدي حتى كأنني في حمام. قال: فلما التفت عبرت الخندق، فلما عبرته دخلت وتسللت، فإذا بي أرى من؟ أبو سفيان، كبير الكفر في ذلك الوقت. قلت: فرصة أبو سفيان، لو قتلته الآن هذه فرصتي، وقتله الآن سيرفعني حتى عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فأخرجت سهما من كنانتي أريد قتله، والله ليس بيني وبينه إلا كما بين أحدكم وفرسه، يعني متر نص أو مترين تقريبا. قال: فلما أخذت السهم تذكرت كلام الرسول يقول: انتبه لا تحدث فيهم شيء. يقول: رجعت السهم مكانه. يقول: فتسللت، فإذا بي أسمع أبو سفيان يقول: اجمعوا لي قادة الجيش. يقول: فاجتمعوا في ليل باردة وقد وضعت لثامي على وجهي من شدة البرد. يقول: فتسللت ودخلت بينهم. يقول: جت الطامة الكبرى. الطامة الكبرى هنا وقف أبو سفيان، قال: يا قوم، إني سأحدثكم بحديث، لكن قبل أن أبدأ به كل منكم يتفقد من حوله، لأني سمعت أن عيون محمد بيننا. يقول: فأسقطت في يدي. الآن كل واحد بيمسك لي على يمينه وعلى يساره ويسأل. يقول: فمباشرة، وهذا من ذكائه رضي الله عنه، مباشرة أمسكت بالذي على اليمين. قلت: من أنت؟ قال: عمرو بن العاص. قلت: زين. يقول: فالتفت يسار. قل: من أنت؟ قال: عكرمة بن أبي جهل. جيد. يقول: خرجت من الورطة. طبعا الورطة هذه زيادة من عندي ليست فلانها. يقول: خرجت من ذلك،
قال: فقام فتحدث وحدث الناس وأخبرهم أنه لن يستطيع مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام في ظل ظروف الأجواء الموجودة، وأنه لا بد لنا من الانسحاب. حمد الله حذيفة أنه ما قتله، رجع يقول: فعبرت الخندق وعدت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه بردة مشلح. قال: فإذا برسولنا يصلي، فجلست حوله فأحس بي، فقال فتح بردته عليه الصلاة والسلام وأدخلني معه وقربني حوله. يقول: ومن ذلك الوقت، يقولها هذا أنس، ومن ذلك الوقت ما زلنا نرى حذيفة رضي الله عنه يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حبا والتصاقا به عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى من صلاته أخبره بما رآه وما سمعه من ذلك الموقف والموقف. هؤلاء لما علموا أن نبيهم صلى الله عليه وسلم فعلا أنقذهم من الظلمات إلى النور، وتجاوز الحد عندهم بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة ودقيق وجليل وكبير في أمورهم، فأصبحوا لا يتحركون ولا ينطلقون إلا من منطلقات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ولذلك كلماته ونداءاته كلها بالنسبة لهم أوامر يتلقونها وينفذونها ويقومون بها. ألم يقم صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك ويوم أن كان يجمع المال ليجهز جيش العسرة قوامه 30,000، 30,000 والمادة والعتاد والعدة قليلة، فدعا الناس من يقدم؟ عمر بن الخطاب قدم جزءا من ماله، ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت؟ قال: أبقيت لهم النصف، الجزء الآخر. وأبو بكر رضي الله عنه يقدم المال كله، فيسأله قال: ماذا أبقيت لهم؟ وش قال؟ ما قال: ما أبقيت لهم شيء، لا، قال: أبقيت لهم الله، أبقى لهم الله ورسوله اتباعا وسيرا على نهجه. ثم يقف عليه الصلاة والسلام على المنبر، ما زال المال الموجود لا يكفي قوام هذا الجيش، من يجهز جيش العسرة؟ فيتقدمون. قال: وله الجنة. ثم قام عثمان قال: لك يا رسول الله، يا رسول الله 100 بعير بعتادها وعدتها. قال: اللهم اغفر لعثمان. ثم ما يكفي، من يجهز هذا الجيش؟ قال: لك 200. ثم قال: اللهم اغفر لعثمان. في هذه اللحظات دخل عمير بن سعد. عمير بن سعد صحابي جليل، لكن في ذلك الوقت كان عمره لا يتجاوز ما بين 5 إلى 6 سنوات. عمير بن سعد زوج أمه من؟ الجلاس، وذلك يعتبر ربيبة، فكان جالسا في المسجد يرى المشهد. انظروا كيف قضية الصغير والكبير كلهم يريدون أن ينفذوا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقتدوا بما يقول. فبالتالي قام عمير بن سعد، خرج من المسجد وانطلق إلى من؟ انطلق إلى زوج أمه، لأنه عنده مال غني. يقول: أنا أرى الناس والصحابة ينفقون وزوج أمي مو موجود والمال موجود لديه. فانطلق مباشرة. وأنا ما ودي الحقيقة أستطرد في مسألة، لو رجعنا إلى كثير مع الأسف من بيوتاتنا وأبنائنا وتربيتنا، وإن كنا أيضا نرى الحمد لله جانبا إيجابيا كثيرا، لكن نحتاج أن نربي الأبناء على مثل هذا. فيذهب إلى النبي، يخرج عمير إلى زوج أمه، ودخل عليه وعنده مجموعة من المنافقين وجلس في حضنه. تخيلوا الموقف. لما جلس في حضنه قال: يا عم، إني أتيت من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع المال، وفلان أنفق وأبو بكر وعمر وعثمان وتقدم الصحابة إلا أنت. فرفع رأسه وجلس يضحك
لما ضحك قال المقولة المشهورة، قال يا قوم، يقول لجماعته: هل تظنون أن ما جاء به محمد حق؟ والله لو كان ما جاء به محمد حق فإن حميركم أكرمكم الله، فإن حميركم التي تركبونها أفضل منكم. جلسوا يتضحكون، وهذا ديدن أهل النفاق والخبث والذين لا يحبون الله ورسوله. لكن هذا الغلام تحرك حبه وفطرته، فأمسك بلحية زوج أمه، التفت عليه ومسك لحيته، قال: يا عم، ماذا تقول؟ والله إنك قلت كلمة إن أنا سكت عنها قتلتني، بموت قهر، وإن تكلمت بها فضحتني، أنت زوج أمي، لكنني والله لأخبرن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل، والرسول ما زال على المنبر ينادي القوم ويحفزهم لينفقوا من الأموال ليجهزوا هذا الجيش. فدخل، قال: يا رسول الله. عمر يقول: صغير، احنا مشغولين في قضية كبيرة. يا رسول الله، عندي قول لك. قال: اترك، خلي يجي. فتقدم فأمره النبي يصعد على المنبر، فصعد الطفل أو الغلام هذا إلى منبر النبي. قال: ماذا تريد؟ قال: إن زوج أمي قال: إن كان ما جئت به حق فإن الحمير التي تركب أفضل منه. قال: أحق ما قال؟ ما قلت؟ قال: نعم. قال: يا عمر، اذهب إليه إلى الجلاس وأتني به. قالوا: يا رسول الله، طفل صغير قد يكون وهم، لا يدرك ماذا يسمع وماذا يقول. قال: يؤتى بالجلاس. فذهبوا إليه وأحضروه. فلما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام والرسول على المنبر والغلام بجانبه، قال النبي له صلى الله عليه وسلم: أخبرنا هذا الغلام بمقولتك آنفا، أو حقا ما قيل؟ قال: أبد، ما قلت شيء. الغلام هنا لما سمع هذا التناقض وهذا الكذب وعدم الاعتراف، أمسك بثوب نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، يقول: والله إنه قال، والله ما كذبت. قال: أقلت ذلك؟ فحلف الجلاس. قال: والله العظيم ما قلت شيئا. فهنا أنزل الله جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. نزلت الآيات على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: صدق الغلام وكذبت. وقيل أنه تاب، بل نص الآية تدل على ذلك، لكن شاهد القول. فأمسك النبي بأذن عمير بن سعد، قال: حفظ الله لنا هذه الأذن التي نقلت لنا هذا الحق، أذن سمعت كلمة فانطلقت غيرة وحبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في الأصل انطلقت رغبة في الاقتداء والتضحية والتقديم لهذا النبي الكريم العظيم عليه الصلاة والسلام، فبالتالي أراد ذلك. الرسول تعامل مع الشرائح كلها. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، قصة الشاب المعروفة المشهورة حينما دخل، يدخل على النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام فينادي بأعلى صوته ويرفع صوته: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. نداء وطلب في مجلس عامر، وعند من؟ عند محمد بن عبد الله: ائذن لي بالزنا. طبعا عمر رضي الله عنه جاهز، لأن عمر للمهمات الصعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اترك، تقدم، تعال، كل ما تقدم ائذن لي بالزنا. طيب، تعال تعال يا شيخ، ائذن لي بالزنا حتى اقترب. فلما اقترب خاطبه خطاب الغيرة والرجولة، لأن بعض الناس قد يغيب عنه الوازع الديني لكن يبقى عنده ما يمنعه. قال: أترضاه لأمك؟ لا. لأختك؟ لا. خالتك، زوجتك، أحد محارمك؟ لا لا لا. قال: وكذلك الناس والرجال لا يرضون ذلك
لأحد من محارمه، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه على صدره وقال: اللهم اشرح صدره واحصن فرجه. يقول هو: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان أحب شيء لي على وجه الأرض الزنا، وخرجت من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكره شيء لي الزنا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ولذلك كان هو عليه الصلاة والسلام يعلم الناس هذه المعاني ويخبرهم أن القضية في الاقتداء به تكمن من هذا. ولذلك يا فاطمة بنت محمد، وينادي قريش وينادي عمه: لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم تأتوني بأنسابكم، لا فرق لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود ولا صغير على كبير إلا بالتقوى. هذا هو المعيار الذي كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك غضب كل الغضب يوم جلس أبو ذر رضي الله عنه وجمع من الصحابة وكان من بينهم بلال، ثم قال وهم يتشاورون: قل ما عندك، وقال رأيك، أعطاهم يا مشورتك. لما وصل عند بلال قال: اسكت أنت لا تتكلم حتى أنت يا ابن السوداء، هذا الكلام مرفوض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما انطلق أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ما هكذا نريد، نريد أن نضع حقوق لهؤلاء البشر منطلقة من الكتاب والسنة. ولذلك لما جلس النبي في مجلسه بعد هذه الحادثة دخل عليه بلال، فلما دخل سلم وجلس حيث انتهى به المجلس. ثم يوم جلس قال الرسول: بلال تعال. وقام بلال، مجلس مليء، على يمين الرسول أبو بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة. فلما اقترب قال لأبي بكر: تنحى افسح له شوية. ثم أجلسه بجانبه صلى الله عليه وسلم. يقول بلال: جلست بكل حياء وخجل وقد وضعت يدي على ركبتي هكذا. يقول: فسكت النبي ثم التفت إلي قال: بلال. قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال، وضع يده على ركبته، قال: أبشر يا بلال، فإني أسمع قرعا عليك الآن في الجنة. هذه مبادئ حقوق الإنسان، هذه المبادئ الكريمة العظيمة التي حتى يقتدى بهذا النبي أسسها للأمة كلها. نادى الأمة على جبل الصفا: يا قريش، يا بني عبد مناف، يا بني قصي، كأنه يقول: يا آسيا، يا أفريقيا، يا أمريكا، يا أوروبا، يا سود ويا بيض ويا حضر ويا بدو ويا عرب ويا عجم ويا روم ويا فرس، كلكم تعالوا الآن، ماذا تريد يا رسول الله؟ قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. للجميع، ليس هناك عنصرية ولا شخصنة ولا غير ذلك، إنما النداء عام وللجميع. فكان عليه الصلاة والسلام محط أنظار الأرض كلها. ولذلك كانت الوفود تفد إليه صلى الله عليه وسلم مقبلة. يقول ضمام بن ثعلبة: أتيت باحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عنه، قلت: أين أجد رسولكم؟ قالوا: تجده في المسجد. قال: فدخلت فرأيت رجلا وجهه كالمذهبة فعلمت أنه رسول، ما بعد شاهد. يقول: فلما رأيته قلت: أين محمد؟ يقول الراوي: كان الرسول متكئ على ظهره. قال: فحرك رأسه، قال: أنا. قال: أنت محمد بن عبد الله؟ قال: نعم. يقول: ما تحرك. قال: الله الذي رفع السماء وبسط الأرض أمرك أن تأمرنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ يقول: فاعتدل. قال: اللهم نعم، اللهم نعم، اللهم نعم. قال: الله الذي رفع السماء وبسط الأرض أمرك أن تأمرنا أن نصلي في اليوم 5 مرات؟ قال: اللهم نعم. قال: الله الذي رفع السماء وبسط الأرض أمرك أن تأمرنا
أن نصوم شهرا في كل عام؟ قال نعم. فسأله عن الزكاة والحج فقال نعم، ثم قال لا أزيد على هذه شيئا وراح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أقبلت الوفود مقبلة فرأته فآمنت به وأحبته، لأنه صلى الله عليه وسلم بحق بأبيه وأمي قدوة. تأتيه الأمة فتمسك بيده وتسير به في سكك المدينة، فتنتهي من حاجتها ثم تذهب وتتركه، ومع ذلك يقف ويستمع لها صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاءته خولة التي نزل فيها قول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، نادت عمره مشغول، لكنه ترك شغله والتفت إليها، أطالت عليه وتكلمت وتكلمت، ثم ذهبت وولت وتركت. قالوا الصحابة: رحمك الله يا أمير المؤمنين، أشغلتك هذه العجوز عما هو أهم وتقف تسمع لها؟ قال: كيف لا أسمع لها، والله قد سمعها من فوق سبع سماوات. يوم قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولذلك أسسوا هذا المبدأ حتى يقتدى بهذا النبي الكريم العظيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تجدونهم في كل الأحوال هو أبسط الناس. يقول معاذ بن جبل، والحديث في مسند الإمام أحمد، يقول: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، يقول: فقال لي رسول الله: اركب يا معاذ. قلت: امتنع يركب حياء. يقول البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان: صاحب المكان أولى بمكانه، وصاحب الدابة أولى بظهره. يقول: قال اركب معي. يقول: فركبت وأنا مستحي. يقول: فركبت مع الرسول على الحمار، فمشى بنا الحمار قليلا ثم عثر الحمار وسقط النبي وسقط. فقمت أنا مستحي، الرسول طايح، وقام النبي يتبسم ويضحك عليه الصلاة والسلام تواضعا: ضحكت لك الأيام يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأعوام، اضحك لأنك جئت بشرى للورى في راحتيك السلم والإسلام. يقول: قال: تعال تعال، أمر سهل، اركب. يقول: فركب مرة أخرى. قال: فمشينا، فعثر الحمار مرة أخرى، فلما عثر سقط النبي وسقطنا، وقام ضحك ثم ركبنا حتى الثالثة، حتى أخبره بالقصة المشهورة: أتعرف حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ ودله صلى الله عليه وسلم على ذلك. هؤلاء هم الذين حقيقة نقلوا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرونا بذلك. ولذلك عمر بن الخطاب في أوائل خطبه حينما كان أميرا للمؤمنين قال ونادى وصرح أن الله بين السبل والرسول بين طريقه، فلم يبقى علينا سوى إيش؟ سوى الدعاء والاقتداء. كل شيء واضح. ولذلك والله لو لم يكن معجزة لرسولنا إلا سيرته لكفى بها، السيرة العطرة مع كل أحد وفي كل الأحوال. يأتي حذيفة بن اليمان وأبوه، طبعا حذيفة أسلم ووالده في المدينة والنبي ما زال في مكة عليه الصلاة والسلام، فجلس ثلاث سنوات بعد إسلامه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يذهب إلى الرسول حتى يراه، فهاجر من المدينة إلى مكة عكس الهجرة، حتى أن الرسول خيره بعد ذلك: أتريد أن تكون من المهاجرين أم من الأنصار كما في البخاري؟ فقال: لا، من الأنصار يا رسول الله. الشاهد من هذا الحديث أنهم لما أقبلوا إليه وأسلموا وقابلوه أعني والتقوا بالنبي وجاءت الغزوة، غزوة بدر، أسر حذيفة وأبوه، فيقول لهم أبو جهل: أتيتم تقاتلان مع محمد؟ قالوا: لا، من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: سأطلقكما بشرط تعاهدان الآن ألا تقاتل مع النبي أبدا. فقالوا: نعاهدك على ذلك. أخذ العهد والميثاق ألا يقاتل مع النبي. لما رجعوا أطلق سراحهما، قالوا: يا رسول الله،
إن أبا جهل أخذ علينا عهدا وميثاقا ألا نقاتل معك، ونحن ما قلنا هذا إلا من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تبقيا ولا تقاتلا معي وسيعيننا الله سبحانه وتعالى عليه. أراد النبي أن يبين هذا المبدأ وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام، وأنا ما زلت أقول أين الذين يتهمون ديننا وإسلامنا ونبينا عليه الصلاة والسلام بالتطرف والتشدد والإرهاب وما إلى ذلك، حتى جعلوا من هذا الدين في نظرهم هم أنه لا ينبغي أن يكون على البشر كلها ولا في الأرض كلها، ويبقى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولذلك تمسك الأوائل، مالك رحمه الله تعالى ابن أنس صاحب الفقه المعروف في المدينة رضي الله عنه كان يأخذ ويحرص ألا يفتي ولا يقول إلا بقول أهل المدينة، ولذلك كان يتمسك بذلك كثيرا. يقال أنه لما جاءه الشافعي محمد بن إدريس أتى بواسطة بشفاعة من والي مكة يقصد فيها الإمام مالك، يريد يتعلم، وأنا هنا أناشد حقيقة الشباب، يريد أن يثني ركبه عند من؟ عند الإمام مالك، مع أنه فعل جميع المقومات التي يجعل مالك يقبله. حفظ القرآن وعرف اللغة العربية لأنه عاش عند جهينة في مكة، وتعلم اللغة العربية وأجادها. ثم لما أراد أن يذهب الإمام مالك قالت أمه، أم محمد بن إدريس الشافعي، هل عرفت فقه مالك؟ قال لا. قالت احفظ الموطأ، موطأ الإمام مالك. يقول لم يكن عندي نسخة من المخطوطة فاستعرتها، استعار النسخة 9 أيام وقيل 15 يوم، فحفظها الإمام الشافعي كله. فلما انتهى من 30,000 حديث فيها أقوال الصحابة رضي الله عنهم وما يراه الإمام مالك ويرجحه، ثم حفظها وتوجه مع خطابين. الخطاب الأول موجه لوالي المدينة، والخطاب الثاني للإمام مالك. فانطلق فقابله والي المدينة فقال إني أريد أن تشفع لي عند الإمام مالك أتعلم من علمه. يقول فتردد الوالي قال والله ما أستطيع، لأن مالك ما يقبل الشفعة في العلم أبدا. قال أنت فقط أوصلني إليه ووصل ما أوتيته أنت حتى يصل إلى الإمام. يقول فذهبت أنا والجيوش ومعنا مجموعة من الوزراء حاشيته، وطرق الباب على الإمام مالك. فلما طرق بابه فتحت الباب جارية عند الإمام مالك، قال أخبر الإمام أن الوالي يريده، ودخلت عليه ثم رجعت قالت يقول إن كنت تريد أن تسأل فتعرف المسجد تأتي في وقت الدروس، وإن كنت أتيت لمقابلته فهو لا يستقبل أحد الآن وأتيت من غير موعد. يقول فقلت إن معي من الوالي خطابا له لا بد أن يقرأ عليه. فدخلت مرة أخرى فخرج الإمام مالك، خرجت قبله وضعت له كرسي. يقول الإمام الشافعي صغير عمره 17 سنة في ذلك الوقت، يقول فرأيته لما خرج تراجع الوالي وجنوده خوف هيبة وجلس على كرسيه. قال ماذا تريد؟ قال عندي هذا الخطاب من الوالي في مكة. يقول فقرأ ثم رماه في الأرض، قال لا شفعة في العلم. يقول محمد بن إدريس الشافعي أنا تعلمت يعني أنا المعنى. يقول فرفعت خطابه قلت أحسن الله إليك، أنا محمد بن إدريس الشافعي، مات أبي وعمري 2 سنة وحفظت القرآن وعلمتني أمي على فقر وحفظت الموطأ. فتح شوي. يقول فالتفت الإمام مالك رفع رأسه قال ما اسمك؟ قلت محمد بن إدريس. قال تحفظ القرآن؟ قال قلت نعم. قال اقرأ من سورة الأنعام إن الله فالق الحب والنوى. يقول فقرأت وفرأيت الإمام مالك تنحدر دموعه يبكي. قال اقرأ من سورة الأعراف
حتى يلج الجمل في سم الخياط. يقول: فقرأت وهو يبكي. قال: فاختار لي 6 مواضع. قال: ماذا تحفظ من الموطأ؟ قلت: أحفظه كله. قال: قل لمن مما تحفظ. يقول: فبدأت أقرأ حفظا أتحدث. يقول: فانبهر. يقول: فقال الإمام مالك للشافعي: إني أرى في وجهك نورا، وإن استمريت على ما أنت عليه، هنا الشاهد، على ما تحفظ من سنة رسوله متبعا ما جاء في سنته، فأظن أنك ستكون عالما من علماء الأمة. قبلتك عندي بشرطين. ألا تظن أنني قبلتك لخطاب الوالي، أنا ما عندي واسطات، وأن تعلم أنك ستجلس حيث ينتهي بك مجلس العلم، يعني عندي طلاب أقدم منك، فإذا أقبلت إلى مجلس العلم عندي فاجلس حيث ينتهي بك المجلس، وبقدر مع القوسين ما تعرف من السنة سيكون مجلسك أدنى مني أقرب. يقول: فتعلمت الشافعي حتى جلست في يوم من الأيام على كرسي مالك رحمه الله تعالى، لأنهم طبقوا وعرفوا حقيقة ما يفعلون في تطبيق السنة والاقتداء برسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هذا فحسب، اسألوا الأطفال الصغار في عهده كيف عاملهم وتعرفون. ابن عباس يمر في السكك ويسلم على الأطفال، كما في البخاري قال: رأيت رسول الله يفعله، أنا ما طبقت شيء من عندي. ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام يخرج للمسجد، ثم يتعلق ويلحق به الحسن، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأخذه، وتأتيه كذلك بنت ابنته عليه الصلاة والسلام، ويأخذها النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب، فيحملها الرسول معه. لما أقيمت الصلاة يقول الصحابة: تقدم النبي والطفلة على كتفه هنا، فكبر، إذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها عليه الصلاة والسلام، حتى أن الإمام الصنعاني في اليمن يقال أنه صلى بالناس يوما وعليه العمامة الملفوفة على رأسه، وبينما هو يصلي سجد سقطت العمامة من على رأسه في المحراب، فأخذ يلف العمامة وهو في محراب، فأنكر عليه الناس، قالوا: إمام وتصلي بنا وتلف عمامتك؟ قال: إن العمامة أخف من أمامة، يقصد أمامة بنت زينب التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل اسألوا، ليس هذا فحسب، حتى الجمادات. جاء في حديث عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر مع جده يوم مع عمه يوم أن كان صغيرا متجها إلى الشام، وكان في طريق لما أقبلوا على العقبة التقوا ببحيرة راهب هناك، فلما التقوا به خرج لهم سلم عليهم ورحب بهم وأكرمهم. يقولون: كنا في العادة إذا خرجنا ما يخرج لنا إلا هذه المرة، فسألناه قال: إنكم أتيتم إلينا ومعكم هذا الغلام، هذا رسول رب العالمين. قالوا: كيف عرفت؟ قال: ما بقي شجر ولا حجر منذ أن طلعتم العقبة إلا سجدت، فعرف أنه رسول الله قبل بعثته وفي صغره. قال: فخشي عليه أن يقتل، والحديث عند الترمذي، خشي عليه أن يقتل إذا علم به الأحبار، فقلت لجده أو لعمه، قلت له: أرجع، فإني أخشى إن علم أنه أن يقتلوه. يقول: فجأة ذهب النبي عليه الصلاة والسلام عند الإبل يعقلها، ودخل بحيرة يحضر لهم لبن، فلما عاد والرسول عند الإبل قال: قلت لعمه ادعه خله يجي. يقول: فناداه وقد جلسنا تحت فيء شجرة، ظل الشجر. يقول: فجلس محمد قبالنا، يعني في الجهة المقابلة، والشمس عليه، وإني رأيت الظل انعكس حتى أتى فوقه، ظل الشجر. يقول: وبينما نحن جلوس أقبل علينا بعض الأحبار فأخفيته، أخفيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا له:
قالوا لهم ماذا تريدون؟ قالوا إننا بلغنا أن نبي هذه الأمة قد خرج، وإننا نعلم أنه سيمر من سكتك، يعني من هذا المكان، فأخبرهم أنه ما رأى. يقول فترجوت عمه ومن معه أن يعيدوه ولا يسافروا. وبالفعل أعيد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسافر معهم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. حتى الجمادات والنباتات، إذا كان ذلك الرجل يسأل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يشهد لي بأنك رسول الله؟ قال عذق هذه النخلة. يقول فالتفت فأمرها فنزلت، ثم قال من ربك؟ قالت ربي الله. قال من أنا؟ قالت أنت محمد رسول الله. خلاص. ويقول جابر رضي الله عنه كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصحراء، وقال لي يا جابر أترى تلك الشجرة؟ قلت نعم. قال اذهب إليها فادعها إلي. قال فوقفت عندها وأنا أعلم أنها لا تسمع، لكني علمت أنه لا ينطق عن الهوى، فقلت يا شجرة إن رسول الله يدعوك. قال والذي نفسي بيده لقد شقت الأرض شقا حتى وقفت عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الثانية كذلك، وهذا من هذه بعود وهذه بعود، وقيل أنه قضى حاجته خلفها. المهم لما انتهى قال قل لهما أن يرجع إلى مكانيهما. قال والله أمرتهما فشقت الأرض شقا حتى وقفت مكانيهما. من علمها؟ ومن الذي جعلها تفعل ذلك؟ والحيوانات تحس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذه نعمة عظيمة أن الله اختصنا من خير أمة أخرجت للناس ونبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أختم أخيرا، أحببت أن أبشركم بأنني كنت البارحة القريبة على حدودنا الجنوبية في منطقة جيزان، والتقيت بإخوان لنا من الجيش السعودي الذي نسأل الله أن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن يسدد رميهم وأن ينصرهم على الحوثية الباغية وأعدائهم، إن الله على كل شيء قدير. الحقيقة رأينا عجبا، كنت أظن في هذا الذهاب أني سأستطيع أن أقدم شيئا وأنفع ولو بالشيء اليسير، لكن حينما رأيت أولئك الرجال ثباتا وصبرا وشجاعة حقيقة تغيرت الآية، واستفدت فائدة كبيرة عظيمة مما رأيت. رأيت ثباتا والله الذي لا إله غيره، لا أقول ذلك لقصد دنيوي بقدر ما أصف ما رأيت، بل والله ربما بعض الأمور قد لا أستطيع التحدث عنها من باب حدث الناس بما يعقلون. فنقلوا لنا بعض الضباط والأفراد هناك حتى بعض المواقف سواء البطولية أو بعض الكرامات التي رأوها، فحدثونا عن 13 عسكريا من الجيش السعودي هناك قتلوا رحمهم الله تعالى ونرجو أن يكونوا من الشهداء. يقولون دخلنا عليهم 13 في مكان واحد كلهم قد رفعوا سبابته. يقول واحد منهم قطعت سبابته على أثر رصاصة، ويقولون والله إن بعض الجثث لا نستطيع الوصول لها في حال الاشتباكات إلا بعد 3-4 أيام، والله إنا نقبل فنجد الذي نحسبهم إن شاء الله أنهم شهداء أن رائحته والله رائحة مسك. التقيت ببعضهم واسمحوا لي بهذا التعبير غير ملتحين، وهم من إخواننا وأحبابنا، يقولوا والله كنا نسمع ما تقولون لنا في الخطب والمحاضرات من بعض الكرامات فكنا نظن أنها مبالغات. يقول أحدهم عقيد أحد الضباط هناك، يقول والله العظيم كنا ندخل على 2 من زملائنا قد استشهدوا، أحدهم يقول لصاحبه بالعامية أنت حاط بهن عود؟
يقول والله إني أشم رائحة زكية من ذلك، عكس ما كانوا يرون عليه جثث الحوثيين بعد قتلهم وإذا ماتوا. ثم أيضا من الأشياء الحقيقة المبشرة أنهم لله الحمد والمنة عندهم قناعة بل عقيدة أن رايتهم واضحة وأنهم يقاتلون حفاظا على التوحيد وذبا عن لا إله إلا الله. والله ما رأيت أحدا منهم تفوها بعنصرية أو قومية أو وطنية، إنما هدفهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم حماية هذه البلاد التي قامت على هذا المبدأ من الشريعة حفاظا على ذلك. وهذا بحد ذاته في ظني أنه سبب بعد الله سبحانه وتعالى في النصر والتمكين والقوة. طبعا مناطق رأيناها كثيرة أجليت من القرى من السكان، وعلى حد علمي أنه غدا سيجلى أيضا 7 قرى كما أخبرونا، قرى كبيرة ومساحات شاسعة. والحقيقة ليس من رأى كمن سمع، أنا قبل الذهاب هناك كنت أسمع أن المسألة مسألة جبال، والسيطرة عليها في ظني وزعمي قبل أن أرى بعيني أنه سهل، لكن رأينا سلسلة من الجبال متواصلة مع وعورة فيها مع تضاريس الحقيقة يعني متعبة، لكن نسأل الله لهم الثبات والتوفيق والإعانة، وهم أحوج ما يحتاجون إلى الدعاء. رأيناهم حقيقة في ثبات وهمة عالية، حتى أمس بالمناسبة بعد صلاة الظهر بساعة تقريبا كنا نجلس في إحدى المدارس مع مجموعة من الضباط والأفراد، وأثناء جلوسنا نسمع صوت المدافع والدبابات، جاءت طلقة رصاصة من أحد الحوثيين كما يسمونهم القناصة، والله لم يكن بيننا وبينها إلا ما بيني وبين صاحب هذا أو أقل من ذلك، والله ما تحرك من الضباط والجنود أحد، وكأن الأمر عندهم عاد. فحقيقة هذا الذي رأيناه أعتقد أننا نستطيع أن نقول أننا بإذن الله تبارك وتعالى إذا عرفنا قيمة هذا التوحيد وقيمة هذا النبي اللي تحدثنا عنه اليوم قدوة وسنة واتباعا، سنعرف أن ما ندافع عنه هو الذي سيكون ويبقى لأنه حق. وقلنا لهم ونقول كنا وما زلنا ندافع عن الأقصى وسنظل بإذن الله تعالى، لكن إن كانت المسجد الأقصى له قداسة ومكانة فإن أيضا مكانة مكة والمدينة أعلى وأكبر مكانة القدس. فبالتالي حينما يتغلغل هذا الحس بل هذا المعتقد في نفس المؤمن الموحد سيجد إن شاء الله تعالى الأثر البالغ الكبير في الدفاع عن دينه وعن أمته. وأوصونا بالدعاء لهم، ووعدتهم أن أنقل للناس، وقلت غدا إذا يسر الله سألتقي بأحبتي في مدينة هجر في الأحساء الكريمة الحبيبة على قلوبنا، سألتقي بفضلائها وعلمائها وطلبة علمها وإخواننا جميعا وأخواتنا اللواتي حضرنا اليوم، وسأقول لهم ونحن نعرف ما يكنونه لكم من حب وتقدير ودعاء في ظهر الغيب على أن يكثفوا لكم حقيقة الدعاء. ونقول لهم كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، فإني أسأل الله في هذا الموطن المبارك وداع لإخواننا هناك فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم ثباتا لجيشنا وجنودنا البواسل على حدودنا، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم سدد سهامهم ورميهم وآراءهم، اللهم اجعلهم قوة يا حي يا قيوم في وجه العدو يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اربط على قلوبهم، تقبل شهيدهم وارحم ميتهم واشف مريضهم وداوي جريحهم، اللهم زدهم إيمانا وطمأنينة وسكينة يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين المتمردين المتسللين الذين يريدون أن يفسدوا في الأرض والبلاد، فإنهم طغوا وبغوا، فصب عليهم صوت عذاب يا قوي يا عزيز، وعلى سائر أعداء الملة إنك على ذلك قدير. أشكركم شكرا لا يقف عند حد، أشكر القائمين على هذا الملتقى بك نقتدي شكرا يتبعه شكر، أشكر كل من وقف معهم منظما ومساعدا ومحاضرا ودافعا من ماله وجهده ووقته
لأنهم حقيقة وضعوا بصمة كبيرة لا حرمهم الله الأجر. ولو لم يأتنا اليوم إلا إعلان إسلام من أسلموا أمامكم لكفى ذلك. أسأل الله أن يحفظكم جميعا بحفظه. أشكر أصحاب الفضيلة وأصحاب السعادة الذين حضروا هذا اللقاء، وإن كنت أعلم أنهم لم أأتي بجديد يسمعونه، لكن إن دل على شيء دل على تواضع الرؤوس في هذه المنطقة الحبيبة على قلبي. أستودع الله صحبا كنت أذخرهم في النائبات، فلا ظلم ولا عار الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وتسبيح وأذكار. تم الكلام وربنا محمود راعي العلا، سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد، ما طار قمري وأورق عود، والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق لنا بكل جدارة وقوة بل وكل افتخار واعتزاز أن نتحدث عن أفضل رجل وطأت قدمه على هذه الأرض، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفاً وفخراً وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: لو لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم معجزة إلا سيرته لكفى. يعني لو لم يكن هناك إلا هذه السيرة نقدمها نموذج لكل أحد. فتشوا في سيرة رسولكم عليه الصلاة والسلام، ليس فقط من بعثته بل من ولادته، تجدون سيرة عطرة تناسب الحكام والأمراء والملوك والعلماء والدعاة والمصلحون والمفكرون والمربون والمثقفون والأبناء والصغار والكبار والعرب والعجم، قدوة في كل مكان. ائت بتلك الشخصية واجعلها في قارة آسيا مع اختلاف تضاريسها واختلاف مناخها واختلاف بيئتها وتعدد أجناسها، في أفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، على كل أرض، تجد أن هذه الشخصية مقبولة ومحترمة لأنه نموذج وقدوة عليه الصلاة والسلام. أذكر مرة من المرات كنا عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وكان عنده أضياف قضاة في منطقة من مناطق المملكة، فتغدينا عند الشيخ على مائدته، وأثناء الحديث والشيخ يسأل الضيوف عن المنطقة كعادته رحمه الله تعالى، عن نشاطهم الدعوي، عن بعض الأعمال الدعوية والخيرية في المنطقة، فأثنى الشيخ على شيء من جهودهم، فقال أحد القضاة: نسأل الله الإخلاص يا شيخ. قال الشيخ عبد العزيز: قل نسأل الله المتابعة. فلفت نظري هذه الكلمة وهذه الجملة. فلما انتهينا من الغداء سألت سماحته رحمه الله، قلت: يا شيخ، يقول لك الشيخ نسأل الله الإخلاص وتقول قل نسأل الله المتابعة؟ قال: الإخلاص بين العبد وبين ربه، أما المتابعة نحتاجها لأن الذي يسير وفق هذه السيرة العطرة وعلى هذا المنهج النبوي الكريم سيوفق للخير العظيم وسيكون متبوعا من العامة ومن الناس حينما يسير على هذه السنة وهذه القدوة العظيمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قبل قليل كنا نتحدث في مكان الاستقبال مع الدكتور وبعض الإخوة على قضية أن الحديث حينما تتحدث حتى للغرب وحتى لغير المسلمين، حينما تتحدث عن قضية وجزئيات بعض هذا الدين وجوانبه تجد أنهم يعجبون ويتعجبون. لماذا؟ لأن عندنا حقيقة كنز لو استطاعت الأمة والناس والجيل والشباب على وجه الخصوص أن يتمسكوا به وأن ينقبوا عنه لوجدوا الخير العظيم الكبير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لكل أحد، حتى أن بعض العلماء تحدثوا عندما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى
ثم إلى السماء السابعة. في ليلة الإسراء والمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الأقصى بجميع الأنبياء. ليش؟ ما السبب؟ لأنه قدوة لكل أحد وإمام لكل أحد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الرسول العظيم لو عرفنا حقيقة مكانته وقدره كما يقول الأول: يا مدعي حب طه لا تخالفه فالخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. النبي محمد عليه الصلاة والسلام علم ووضع أسس في هذه الحياة وقواعد قدوة لكل أحد. ولذلك تجدون أن الناس مهما أوتي الإنسان من مال وعلم وجاه ومنصب ونسب وحسب، لكن أتحداه إن لم يكن معه خلق الإسلام وخلق نبي الإسلام أن يستطيع أن يكسب قلوب الناس. ولذلك النبي قال: لن تستطيعوا أن تكسبوا الناس بأموالكم ولا بأحسابكم ولا بأنسابكم، ولكن بحسن أخلاقكم. ولذلك استطاع: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انفضوا من حولك في حال وجود ذلك الشدة وعدم الألفة وعدم وجود الخلق الكريم الذي تحتوي به كل الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة ذلك وعلموا منه حقيقة الأمر في قدوة هو عليه الصلاة والسلام، ساروا اتباعا وحبا مقتدون به مهتدون. يقول أحد أبناء التابعين لحذيفة رضي الله عنه ابن اليمان، يقول: هل كنتم، يعني يسأله بتعجب، هل كنتم ترون النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. كنتم تجلسون معه؟ قال: نعم. تحدثون ويحدثكم؟ قال: نعم. قال: والله لو أدركناه لحملناه من على الأرض. قال حذيفة: اسمع، عن ليلة مرت بنا كنا فيها مع نبينا، تعرف مكانة رسولنا عندنا؟ قال: وما هي؟ قال: فحدثه عن ليلة الأحزاب. يوم الأحزاب كان يوم عصيب، حتى الله جل وعلا قال: وزلزلوا زلزالا شديدا. ليلة عاصفة مطيرة، برد وقلة محاصرين، والكفار كثر، وهناك خندق بينهم. ثم وقف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة في تلك الليلة العصيبة الحرجة، قال لهم: من يأتيني بخبر القوم؟ فما أحد تحرك، المسألة فيها خطورة. ثم قال النبي: من يأتيني بخبر القوم وأضمن عودته، يعني يروح يرجع، يعبر الخندق ويعود. يقول حذيفة: فما تحرك منا أحد. قال: من يأتيني بخبر القوم وأضمن عودته وأضمن له الجنة. يقول: فما قام أحد. يقول: فقال رسول الله: حذيفة قم. يقول: فما كان لي بد، ما عاد أقدر أعتذر خلاص. يقول: فقمت. قال: اذهب إلى القوم عبر الخندق وأتني بخبرهم بشرط ولا تحدث فيهم شيئا، لا تحدث شيئا. يقول: فقمت وأنا أرتعد، شيء خوف وشيء من شدة البرد. قال: فلما التفت، يعني لفيت وجهي فقط، فإذا بي أجد قوة وحرارة في جسدي حتى كأنني في حمام. قال: فلما التفت عبرت الخندق، فلما عبرته دخلت وتسللت، فإذا بي أرى من؟ أبو سفيان كبير الكفر في ذلك الوقت. قلت: فرصة أبو سفيان، لو قتلته الآن هذه فرصتي، وقتله الآن سيرفعني حتى عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فأخرجت سهما من كنانتي أريد قتله، والله ليس بيني وبينه إلا كما بين أحدكم وفرسه، يعني متر ونص أو مترين تقريبا. قال: فلما أخذت السهم
تذكرت كلام الرسول يقول انتبه لا تحدث فيهم شيء، يقول رجعت السهم مكانه. يقول فتسللت فإذا بي أسمع أبو سفيان يقول اجمعوا لي قادة الجيش. يقول فاجتمعوا في ليل باردة وقد وضعت لثامي على وجهي من شدة البرد. يقول فتسللت ودخلت بينهم. يقول جت الطامة الكبرى، الطامة الكبرى هنا وقف أبو سفيان قال يا قوم إني سأحدثكم بحديث، لكن قبل أن أبدأ به كل منكم يتفقد من حوله لأني سمعت أن عيون محمد بيننا. يقول فأسقطت في يدي. الآن كل واحد بيمسك اللي على يمينه وعلى يساره ويسأل. يقول فمباشرة، وهذا من ذكائه رضي الله عنه، مباشرة أمسكت بالذي على اليمين. قلت من أنت؟ قال عمرو بن العاص. قلت زيد. يقول فالتفت يسار. قل من أنت؟ قال عكرمة بن أبي جهل. جيد. يقول خرجت من الورطة. طبعا الورطة هذه زيادة من عندي ليست لأنه. يقول خرجت من ذلك. قال فقام فتحدث وحدث الناس وأخبرهم أنه لن يستطيع مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام في ظل ظروف الأجواء الموجودة، وأنه لا بد لنا من الانسحاب. حمد الله حذيفة أنه ما قتله، رجع. يقول فعبرت الخندق وعدت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه بردة مشلح. قال فإذا برسولنا يصلي فجلست حوله فأحس بي، فقال فتح بردته عليه الصلاة والسلام وأدخلني معه وقربني حوله. يقول ومن ذلك الوقت، يقول هذا أنس، ومن ذلك الوقت ما زلنا نرى حذيفة رضي الله عنه يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حبا والتصاقا به عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى من صلاته أخبره بما رآه وما سمعه من ذلك الموقف والموقف. هؤلاء لما علموا أن نبيهم صلى الله عليه وسلم فعلا أنقذهم من الظلمات إلى النور وتجاوز الحد عندهم بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة ودقيق وجليل وكبير في أمورهم، فأصبحوا لا يتحركون ولا ينطلقون إلا من منطلقات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ولذلك كلماته ونداءاته كلها بالنسبة لهم أوامر يتلقونها وينفذونها ويقومون بها. ألم يقم صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك ويوم أن كان يجمع المال ليجهز جيش العسرة قوامه 30,000، 30,000 والمادة والعتاد والعدة قليلة، فدعا الناس من يقدم؟ عمر بن الخطاب قدم جزءا من ماله، ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أبقيت؟ قال أبقيت لهم النصف، الجزء الآخر. وأبو بكر رضي الله عنه يقدم المال كله فيسأله قال ماذا أبقيت لهم؟ وش قال؟ ما قال ما أبقيت لهم شيء، لا، قال أبقيت لهم الله، أبقى لهم الله ورسوله اتباعا وسيرا على نهجه. ثم يقف عليه الصلاة والسلام على المنبر، ما زال المال الموجود لا يكفي قوام هذا الجيش، من يجهز جيش العسرة؟ فيتقدمون. قال وله الجنة. ثم قام عثمان قال لك يا رسول الله، يا رسول الله 100 بعير بعتادها وعدتها. قال اللهم اغفر لعثمان. ثم ما يكفي، من يجهز هذا الجيش؟ قال لك 200. ثم قال اللهم اغفر لعثمان. في هذه اللحظات دخل عمير بن سعد. عمير بن سعد صحابي جليل، لكن في ذلك الوقت كان عمره لا يتجاوز ما بين 5 إلى 6 سنوات. عمير بن سعد زوج أمه من؟ الجلاس، وذلك يعتبر ربيبة، فكان جالسا في المسجد يرى المشهد،
انظروا كيف قضية الصغير والكبير، كلهم يريدون أن ينفذوا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقتدوا بما يقول. فبالتالي قام عمير بن سعد، خرج من المسجد وانطلق إلى من؟ انطلق إلى زوج أمه، لأنه عنده مال غني. يقول أنا أرى الناس الصحابة ينفقون وزوج أمي مو موجود والمال موجود لديه، فانطلق مباشرة. وأنا ما ودي الحقيقة أستطرد في مسألة، لو رجعنا إلى كثير مع الأسف من بيوتاتنا وأبنائنا وتربيتنا، وإن كنا أيضا نرى الحمد لله جانبا إيجابيا كثيرا، لكن نحتاج أن نربي الأبناء على مثل هذا. فيذهب إلى النبي، يخرج عمير إلى زوج أمه، ودخل عليه وعنده مجموعة من المنافقين وجلس في حضنه. تخيلوا الموقف، لما جلس في حضنه قال يا عم إني أتيت من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع المال، وفلان أنفق وأبو بكر وعمر وعثمان وتقدم الصحابة إلا أنت. فرفع رأسه وجلس يضحك، لما ضحك قال المقولة المشهورة، قال يا قوم، يقول لجماعته، هل تظنون أن ما جاء به محمد حق؟ والله لو كان ما جاء به محمد حق فإن حميركم أكرمكم الله، فإن حميركم التي تركبونها أفضل منكم. جلسوا يتضحكون، وهذا ديدن أهل النفاق والخبث والذين لا يحبون الله ورسوله. لكن هذا الغلام تحرك حبه وفطرته، فأمسك بلحية زوج أمه، التفت عليه ومسك لحيته، قال يا عم ماذا تقول؟ والله إنك قلت كلمة إن أنا سكت عنها قتلتني، بموت قهر، وإن تكلمت بها فضحتني، أنت زوج أمي، لكنني والله لأخبرن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل، والرسول ما زال على المنبر ينادي القوم ويحفزهم لينفقوا من الأموال ليجهزوا هذا الجيش. فدخل قال يا رسول الله، عمر يقول صغير، احنا مشغولين في قضية كبيرة، يا رسول الله عندي قول لك، قال اترك خليه يجي. فتقدم فأمره النبي يصعد على المنبر، فصعد الطفل أو الغلام هذا إلى منبر النبي، قال ماذا تريد؟ قال إن زوج أمي قال إن كان ما جئت به حق فإن الحمير التي تركب أفضل منه. قال أحق ما قال؟ ما قلت؟ قال نعم. قال يا عمر اذهب إليه إلى الجلاس وأتني به. قالوا يا رسول الله طفل صغير قد يكون وهم لا يدرك ماذا يسمع وماذا يقول. قال يؤتى بالجلاس. فذهبوا إليه وأحضروه، فلما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام والرسول على المنبر والغلام بجانبه، قال النبي له صلى الله عليه وسلم أخبرنا هذا الغلام بمقولتك آنفا، أو حقا ما قيل؟ قال أبد، ما قلت شيء. الغلام هنا لما سمع هذا التناقض وهذا الكذب وعدم الاعتراف أمسك بثوب نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، يقول والله إنه قال، والله ما كذبت. قال أقلت ذلك؟ فحلف الجلاس، قال والله العظيم ما قلت شيئا. فهنا أنزل الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. نزلت الآيات على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال صدق الغلام وكذبت. وقيل أنه تاب، بل نص الآية تدل على ذلك، لكن شاهد القول. فأمسك النبي بأذن عمير بن سعد، قال حفظ الله لنا هذه الأذن التي نقلت لنا هذا الحق، أذن سمعت كلمة فانطلقت غيرة وحبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في الأصل انطلقت رغبة في الاقتداء والتضحية والتقديم
لهذا النبي الكريم العظيم عليه الصلاة والسلام، فبالتالي أراد ذلك. الرسول تعامل مع الشرائح كلها. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قصة الشاب المعروفة المشهورة، حينما دخل يدخل على النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام فينادي بأعلى صوته ويرفع صوته: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. نداء وطلب في مجلس عامر، وعند من؟ عند محمد بن عبد الله: ائذن لي بالزنا. طبعا عمر رضي الله عنه جاهز، لأن عمر للمهمات الصعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اترك، تقدم تعال، كل ما تقدم ائذن لي بالزنا. طيب تعال تعال يسلك، ائذن لي بالزنا حتى اقترب. فلما اقترب خاطبه خطاب الغيرة والرجولة، لأن بعض الناس قد يغيب عنه الوازع الديني لكن يبقى عنده ما يمنعه. قال: أترضاه لأمك؟ لا. لأختك؟ لا. خالتك، زوجتك، أحد محارمك؟ لا لا لا. قال: وكذلك الناس والرجال لا يرضون ذلك لأحد من محارمهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه على صدره وقال: اللهم اشرح صدره واحصن فرجه. يقول هو: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان أحب شيء لي على وجه الأرض الزنا، وخرجت من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكره شيء لي الزنا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ولذلك كان هو عليه الصلاة والسلام يعلم الناس هذه المعاني ويخبرهم أن القضية في الاقتداء به تكمن من هذا. ولذلك يا فاطمة بنت محمد، وينادي قريش وينادي عمه: لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم تأتوني بأنسابكم، لا فرق لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود ولا صغير على كبير إلا بالتقوى. هذا هو المعيار الذي كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك غضب كل الغضب يوم جلس أبو ذر رضي الله عنه وجمع من الصحابة وكان من بينهم بلال، ثم قال وهم يتشاورون: قل ما عندك. وقال: رأيك. أعطاهم يا مشورتك. لما وصل عند بلال قال: اسكت، أنت لا تتكلم حتى أنت يا ابن السوداء، هذا الكلام مرفوض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما انطلق أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ما هكذا نريد، نريد أن نضع حقوق لهؤلاء البشر منطلقة من الكتاب والسنة. ولذلك لما جلس النبي في مجلسه بعد هذه الحادثة دخل عليه بلال، فلما دخل سلم وجلس حيث انتهى به المجلس. ثم يوم جلس قال الرسول: بلال تعال. وقام بلال، مجلس مليء، على يمين الرسول أبو بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة. فلما اقترب قال لأبي بكر: تنحى، افسح له شوي. ثم أجلسه بجانبه صلى الله عليه وسلم. يقول بلال: جلست بكل حياء وخجل وقد وضعت يدي على ركبتي هكذا. يقول: فسكت النبي ثم التفت إلي قال: بلال. قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال، وضع يده على ركبته، قال: أبشر يا بلال، فإني أسمع قرعا عليك الآن في الجنة. هذه مبادئ حقوق الإنسان، هذه المبادئ الكريمة العظيمة التي حتى يقتدى بهذا النبي أسسها للأمة كلها. نادى الأمة على جبل الصفا: يا قريش، يا بني عبد مناف، يا بني قصي، كأنه يقول: يا آسيا، يا أفريقيا، يا أمريكا، يا أوروبا، يا سود ويا بيض ويا حضر ويا بدو ويا عرب ويا عجم ويا روم ويا فرس، كلكم تعالوا الآن، ماذا تريد يا رسول الله؟ قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. للجميع، ليس هناك عنصرية ولا شخصنة ولا غير ذلك، إنما النداء عام
وللجميع، فكان عليه الصلاة والسلام محط أنظار الأرض كلها. ولذلك كانت الوفود تفد إليه صلى الله عليه وسلم مقبلة. يقول ضمام بن ثعلبة: أتيت باحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عنه، قلت: أين أجد رسولكم؟ قالوا: تجده في المسجد. قال: فدخلت فرأيت رجلا وجهه كالمذهبة فعلمت أنه رسول. ما بعد شاهد. يقول: فلما رأيته قلت: أين محمد؟ يقول الراوي: كان الرسول متكئ على ظهره. قال: فحرك رأسه، قال: أنا. قال: أنت محمد بن عبد الله؟ قال: نعم. يقول: ما تحرك. قال: الله الذي رفع السماء وبسط الأرض أمرك أن تأمرنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ يقول: فاعتدل. قال: اللهم نعم، اللهم نعم، اللهم نعم. قال: الله الذي رفع السماء وبسط الأرض أمرك أن تأمرنا أن نصلي في اليوم 5 مرات؟ قال: اللهم نعم. قال: الله الذي رفع السماء وبسط الأرض أمرك أن تأمرنا أن نصوم شهرا في كل عام؟ قال: نعم. فسأله عن الزكاة والحج فقال: نعم. ثم قال: لا أزيد على هذه شيئا، وراح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أقبلت الوفود مقبلة فرأته فآمنت به وأحبته، لأنه صلى الله عليه وسلم بحق بأبيه وأمي قدوة. تأتيه الأمة فتمسك بيده وتسير به في سكك المدينة فتنتهي من حاجتها ثم تذهب وتتركه، ومع ذلك يقف ويستمع لها صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاءته خولة التي نزل فيها قول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، نادت عمره مشغول، لكنه ترك شغله والتفت إليها، أطالت عليه وتكلمت وتكلمت، ثم ذهبت وولت وتركت. قالوا الصحابة: رحمك الله يا أمير المؤمنين، أشغلتك هذه العجوز عما هو أهم وتقف تسمع لها؟ قال: كيف لا أسمع لها، والله قد سمعها من فوق 7 سماوات. يوم قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولذلك أسسوا هذا المبدأ حتى يقتدى بهذا النبي الكريم العظيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تجدونهم في كل الأحوال هو أبسط الناس. يقول معاذ بن جبل، والحديث في مسند الإمام أحمد، يقول: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار. يقول: فقال لي رسول الله: اركب يا معاذ. قلت: امتنع يركب حياء. يقول البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان: صاحب المكان أولى بمكانه، وصاحب الدابة أولى بظهره. يقول: قال: اركب معي. يقول: فركبت وأنا مستحي. يقول: فركبت مع الرسول على الحمار، فمشى بنا الحمار قليلا ثم عثر الحمار وسقط النبي وسقط. فقمت أنا مستحي، الرسول طايح، وقام النبي يتبسم ويضحك عليه الصلاة والسلام تواضعا: ضحكت لك الأيام يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأعوام، اضحك لأنك جئت بشرى للورى في راحتيك السلم والإسلام. يقول: قال: تعال تعال، أمر سهل، اركب. يقول: فركب مرة أخرى. قال: فمشينا، فعثر الحمار مرة أخرى، فلما عثر سقط النبي وسقطنا، وقام ضحك ثم ركبنا حتى الثالثة، حتى أخبره بالقصة المشهورة: أتعرف حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ ودله صلى الله عليه وسلم على ذلك. هؤلاء هم الذين حقيقة نقلوا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرونا بذلك. ولذلك عمر بن الخطاب في أوائل خطبه حينما كان أميرا للمؤمنين قال ونادى وصرح أن الله بين السبل والرسول بين طريقه، فلم يبقى علينا سوى إيش؟ سوى الدعاء والاقتداء. كل شيء واضح. ولذلك والله لو لم يكن معجزة لرسولنا إلا سيرته لكفى بها. السيرة العطرة مع كل أحد،
وفي كل الأحوال يأتي حذيفة بن اليمان وأبوه، طبعا حذيفة أسلم ووالده في المدينة والنبي ما زال في مكة عليه الصلاة والسلام، فجلس 3 سنوات بعد إسلامه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يذهب إلى الرسول حتى يراه، فهاجر من المدينة إلى مكة عكس الهجرة، حتى أن الرسول خيره بعد ذلك: أتريد أن تكون من المهاجرين أم من الأنصار كما في البخاري؟ فقال: لا، من الأنصار يا رسول الله. الشاهد من هذا الحديث أنهم لما أقبلوا إليه وأسلموا وقابلوه أعني والتقوا بالنبي وجاءت الغزوة، غزوة بدر، أسر حذيفة وأبوه، فيقول لهم أبو جهل: أتيتم تقاتلان مع محمد؟ قالوا: لا، من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: سأطلقكما بشرط تعاهدان الآن ألا تقاتل مع النبي أبدا. فقالوا: نعاهدك على ذلك. أخذ العهد والميثاق ألا يقاتل مع النبي. لما رجعوا أطلق سراحهما، قالوا: يا رسول الله، إن أبا جهل أخذ علينا عهدا وميثاقا ألا نقاتل معك، ونحن ما قلنا هذا إلا من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: تبقيا ولا تقاتلا معي وسيعيننا الله سبحانه وتعالى عليه. أراد النبي أن يبين هذا المبدأ وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام، وأنا ما زلت أقول: أين الذين يتهمون ديننا وإسلامنا ونبينا عليه الصلاة والسلام بالتطرف والتشدد والإرهاب وما إلى ذلك، حتى جعلوا من هذا الدين في نظرهم هم أنه لا ينبغي أن يكون على البشر كلها ولا في الأرض كلها، ويبقى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولذلك تمسك الأوائل، مالك رحمه الله تعالى ابن أنس صاحب الفقه المعروف في المدينة رضي الله عنه، كان يأخذ ويحرص ألا يفتي ولا يقول إلا بقول أهل المدينة، ولذلك كان يتمسك بذلك كثيرا. يقال أنه لما جاءه الشافعي محمد بن إدريس أتى بواسطة بشفاعة من والي مكة يقصد فيها الإمام مالك، يريد يتعلم، وأنا هنا أناشد حقيقة الشباب، يريد أن يثني ركبه عند من؟ عند الإمام مالك، مع أنه فعل جميع المقومات التي يجعل مالك يقبله: حفظ القرآن، وعرف اللغة العربية لأنه عاش عند جهينة في مكة، وتعلم اللغة العربية وأجادها. ثم لما أراد أن يذهب الإمام مالك قالت أمه، أم محمد بن إدريس الشافعي: هل عرفت فقه مالك؟ قال: لا. قالت: احفظ الموطأ، موطأ الإمام مالك. يقول: لم يكن عندي نسخة من المخطوطة، فاستعرتها، استعار النسخة 9 أيام وقيل 15 يوم، فحفظها الإمام الشافعي كله، فلما انتهى من 30,000 حديث فيها أقوال الصحابة رضي الله عنهم وما يراه الإمام مالك ويرجحه، ثم حفظها وتوجه مع خطابين: الخطاب الأول موجه لوالي المدينة، والخطاب الثاني للإمام مالك، فانطلق فقابله والي المدينة فقال: إني أريد أن تشفع لي عند الإمام مالك أتعلم من علمه. يقول فتردد الوالي، قال: والله ما أستطيع، لأن مالك ما يقبل الشفعة في العلم أبدا. قال: أنت فقط أوصلني إليه، وصل ما أوتيته أنت حتى يصل إلى الإمام. يقول: فذهبت أنا والجيوش ومعنا مجموعة من الوزراء حاشيته، وطرق الباب على الإمام مالك، فلما طرق بابه فتحت الباب جارية عند الإمام مالك، قال: أخبر الإمام أن الوالي يريده، ودخلت عليه ثم رجعت، قالت: يقول إن كنت تريد أن تسأل فتعرف المسجد تأتي في وقت الدروس، وإن كنت أتيت لمقابلته فهو لا يستقبل أحد الآن وأتيت من غير موعد. يقول: فقلت: إن معي
من الوالي خطابا له لا بد أن يقرأ عليه. فدخلت مرة أخرى فخرج الإمام مالك، خرجت قبله وضعت له كرسي. يقول الإمام الشافعي صغير عمره 17 سنة في ذلك الوقت، يقول فرأيته لما خرج تراجع الوالي وجنوده خوف هيبة وجلس على كرسيه. قال ماذا تريد؟ قال عندي هذا الخطاب من الوالي في مكة. يقول فقرأ ثم رماه في الأرض، قال لا شفعة في العلم. يقول محمد بن إدريس الشافعي أنا تألمت لأني أنا المعني. يقول فرفعت خطابه، قلت أحسن الله إليك، أنا محمد بن إدريس الشافعي، مات أبي وعمري سنتين، وحفظت القرآن وعلمتني أمي على فقر، وحفظت الموطأ. فتح شوي. يقول فالتفت الإمام مالك رفع رأسه، قال ما اسمك؟ قلت محمد بن إدريس. قال تحفظ القرآن؟ قال قلت نعم. قال اقرأ من سورة الأنعام إن الله فالق الحب والنوى. يقول فقرأت وفرأيت الإمام مالك تنحدر دموعه يبكي. قال اقرأ من سورة الأعراف حتى يلج الجمل في سم الخياط. يقول فقرأت وهو يبكي. قال فاختار لي 6 مواضع. قال ماذا تحفظ من الموطأ؟ قلت أحفظه كله. قال قل لمن مما تحفظ. يقول فبدأت أقرأ حفظا اتحدث. يقول فانبهر. يقول فقال الإمام مالك للشافعي إني أرى في وجهك نورا، وإن استمريت على ما أنت عليه، هنا الشاهد، على ما تحفظ من سنة رسوله متبعا ما جاء في سنته، فأظن أنك ستكون عالما من علماء الأمة. قبلتك عندي بشرطين، ألا تظن أنني قبلتك لخطاب الوالي، أنا ما عندي واسطات، وأن تعلم أنك ستجلس حيث ينتهي بك مجلس العلم، يعني عندي طلاب أقدم منك، فإذا أقبلت إلى مجلس العلم عندي فاجلس حيث ينتهي بك المجلس، وبقدري معه قوسين ما تعرف من السنة سيكون مجلسك أدنى مني أقرب. يقول فتعلمت الشافعي حتى جلست في يوم من الأيام على كرسي مالك رحمه الله تعالى، لأنهم طبقوا وعرفوا حقيقة ما يفعلون في تطبيق السنة والاقتداء برسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هذا فحسب، اسألوا الأطفال الصغار في عهده كيف عاملهم وتعرفون. ابن عباس يمر في السكك ويسلم على الأطفال كما في البخاري قال رأيت رسول الله يفعله، أنا ما طبقت شيء من عندي. ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام يخرج للمسجد ثم يتعلق ويلحق به الحسن، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأخذه، وتأتيه كذلك بنت ابنته عليه الصلاة والسلام ويأخذها النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب، فيحملها الرسول معه. لما أقيمت الصلاة يقول الصحابة تقدم النبي والطفلة على كتفه هنا فكبر، إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها عليه الصلاة والسلام، حتى أن الإمام الصنعاني في اليمن يقال أنه صلى بالناس يوما وعليه العمامة الملفوفة على رأسه، وبينما هو يصلي سجد سقطت العمامة من على رأسه في المحراب، فأخذ يلف العمامة وهو في محراب، فأنكر عليه الناس قالوا إمام وتصلي بنا وتلف عمامتك؟